شركة كتاب تكنولوجيز شركة عربية أردنية متخصصة في تقنيات التفاعل بين الإنسان والجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر، قدمت في معرض جاتكس دبي 2010 نظام كتاب التفاعلي كتابورد، وهو لوح تفاعلي يمكن من خلاله التحكم بالكمبيوتر الموصول به. كيف يعمل كتابورد الإنجاز العربي الأردني من كتاب تكنولوجيز؟ سبورة كتاب تتميز بعدة مميزات. أول شيء سبورة كتاب سبورة متينة جدا، ما فيها أي أسلاك كهربائية أو أي مجسات إلكترونية، فهي ما بتحتاج لا لأسلاك ولا لتوصيل، كليا لاسلكية. هي أول ميزة. الميزة الثانية إنه سبورة كتاب سبورة تسمح للطلاب بالتفاعل في داخل الحصة في العملية التعليمية. طبعا اللوحة التفاعلية هي بداية يجب تكون موجودة السبورة نفسها وكمبيوتر وبروجكتر، واي بروجكتر ممكن يشتغل، ما بالضروري بروجكتر من نوع معين. بلاحظ البرنامج كثير سمبل للمعلمين، بحيث انه بيمكنهم من استخدام جميع الوسائل، حتى سواء كانت الفيلميه او الصوريه، بطريقه سمبل ودون الحاجه انه يتعقدوا منها، بحيث انه تكون سهله كثير للطلاب. الان لاحظ مثلا عندي هاي صوره بتحكي عن نظام الانسان، فينا نحكي مثلا نشرح بكل بساطه. الان بطل المعلم بحاجه انه يرجع يجيب الصوره ويرسمها من جديد، فبيصير يوفر وقت بالحصه. الان لاحظ مثلا اخذنا صوره من هون، وفينا ناخذ الرسمه هاي نعملها مثلا شيفت، ناخذ الصوره هاي بطريقه هاي ونكبرها، نبدا نشرح للطلاب بكل بساطه ويسر عن موضوع القلب بكل سلاسه. طبعا لاحظ كل صفحه عم بكتب فيها مباشره بيتم تخزينها، وبعد الحصه مباشره في للطالب ياخذ هاي الصوره او الفيديو على فلاشته، او يعطي اياها الاستاذ على عن طريق الايميل، او في كمان ينسخ له اياها عن طريق اللي هو الاقراص المدمجه. مثلا هون نظام الفيديو، الان عملت بلاي مثلا على الفيديو هذا، بيحكي عن طيور كيف عم تصطاد السمك تحت المي، فمباشره في المعلم مباشره بدا يشرح عليها على نفس الفيديو دون حاجة إنه يرجع على الكمبيوتر. كتاب استوديو متوفر باللغة العربية واللغة الإنجليزية. الآن طبعاً البرنامج كتير سهل بالتعامل. لاحظ الآن أخذت صفحة جديدة، في مباشرة أسطر هاي الصفحة حتى المعلم يكون سهل بالتعامل معها. الآن هاي فتحت الصفحة كاملة. طبعاً لاحظ المعلم في مباشرة يأخذ القلم العادي، عدة أنواع من الأقلام، يأخذ الأزرق مثلاً، هلا لو نشوف هلا بعد. طبعا كل الاشياء هي صارت مخزنه مباشره، بيلاقيها المعلم موجوده عنده على الصفحات، وفي يتنقل فيها داخل الحصه، وفي يرجع لها ويخزنها من هون مباشره عن طريق الاكسبورتينج او عن طريق السيف تو بي دي اف او وورد او باوربوينت او ايمج، او ياخذها از باكج. صفحات كتاب طبعا هي صفحات ريتش بالفيتشرز، بحيث بتمكن المعلم من خلالها الوصول لاي بوينت دون الحاجه انه يرجع للكمبيوتر. نلاحظ الان في مباشره يشغل الكالكوليتر ويبدا يشرح عليها، او في يشغل اي باوربوينت اكزامبل ويبدا يشرح عليه دون الحاجه انه يرجع للكمبيوتر. كثير ابلكيشن مهمه، مثلا عندنا المايكروسوفت، لو فتحنا مايكروسوفت وورد فينا نشوف الكيبورد، مثلا نكتب جايتكس اوكي، كتاب مثلا تكنولوجي، التحكم صار كثير مريح من خلالها، كل الفيتشرز موجوده. من اهم الصفحات الموجوده من صفحات كتاب هي صفحات الكتابه، اللي بتمكن المعلم باعطاء اكسرسايزز للطلاب. هاي الصفحه الكل بده يعمله، بدي انتقل لها، صارت معي الان، بدي اغير الخط شوي، اكبره واغير لون الخط، احطه مثلا هون اورنج اوكي، وابدا اكتب مثلا حرف الجيم اوكي. فلاحظ كيف صارت عملية الكتابة سهلة، والطلاب فين يتعلموا عملية الكتابة، وشركاء أو زملاء يشوفوا بالضبط شو عم بيصير داخل الحصة.